عصلي ما ومرحبا بكم الناس الكل. غصتنا لليوم مش تكون مسفوف ابنين برشا، وهذا هو وقته. طلبتوها برشا الرسيت وسهل القدره اللي انا باش نعملها اليوم بارطاجيها معاكم. بتبيت الحال كميه الكسكسي اللي باش نعملوه مسفوف، انتم تتحكموا فيه كيف ما تحبوا، الكميه حسب عدد العائله وحسب زادة انتم الشهوه نتاعكم. دونك هذا هو الكسكسي نتاعي، ومستحسن ناخذ كسكسي يبدا هيك يعني جويد. فوالا حبيت حاب باش نقرب لكم باش نوريكم نوعيه الكسكسي. دونك هوني انا خديت زوز كيسان، الكاس هذيك اللي ديما تعوضتو بيه فيه 200 غرام. دونك خديت هوني زوز باش نضيف هوني مغرفه كبيره سكر، اكيد كل واحد وطريقته راه. دونك انا نبارطاجي معاكم طريقه بطبيعه الحال ديما ناجحه وبنينه زاده كيف كيف وسهله اهم حاجه. دونك هوني قدر خدينا زوز كيسان معناها كسكسي، نضيفو لهم نص كاس زيت. فوالا نخلطو بالباهي. هوني بعد ما بسسنا الكل هكا بالزيت، انا استعملت زيت زيتونه. عندي هوني الكاس هذايا صغير فيه تقريبا 40 مليليتر، قسمت بين الماء وماء زهر. تنجموا تحطوا ماء زهر والا تحطوا زاده ماء ورد كما تحبوا. دونك انا الحقيقه كل المسفوف نحبوا ديما بالماء زهر. دونك خلطوا الكل ونحطوا على الكسكاس بطبيعه يتفور، وبعد نرجع الماء نتاعنا سخن. يلا بسم الله نفوروا التفويره الاولى ونرجع مع بعضنا. الكسكسي نتاعنا تفور التفويره الاولى بسم الله. توا باش نزيد ماء سخون قدر معناها نصيف كاس 50 مليليتر حاجه هكا، نخلط الكل ونرجعو بالطبيعه يتفور، ونمشي نحضر بقيه المكونات اللي باش نعمل بهم اليوم المسفوف. اكيد كل واحد شويه يحب، واحد تحب الرمان، واحد بالتمر، واحد بالفيكيا، كيف ما تحبوا. انا حبيت اليوم بارطاجي معاكم اسهل طريقه باش تحضروا بها المسفوف بنا، وان شاء الله اللي يطلبوا الغسيت زاده كيف كيف يجربوها. الطريقه هذه ممكن مختلفه شويه على برشا معناها طرق اخرين، لكن صدقوني طريقه ناجحه، ما عليكم الا تجربوا وانتم بعد تحكموا بالطبيعه. يلا بسم الله. يلا بسم الله. دونك الكسكسي نتاعنا حاضر هوني اتفور. يلا نمشيو نكملو بقيه الغسيت بسم الله. هوني الحقيقه مش نحط هكا زوز دمخصوص صغيرين من الزبده، دونك خاطر نحبو هكا فيه يعني الزبده والكل، وصغيرات زاده كيف كيف. وهوني باش نضيف زوز مغارف ماء ورد، فوالا سامحوني ماء زهر. دونك انتم تنجمو زاد تحطو ماء ورد ولا ماء عطرشيه اللي تحبوه. دونك بالطبيعه الزبده نتاعنا باش معناها باش تذوب فيسع في المسفوف. نخلطو الكل وبعد نزينو. خديت هوني شويه رمان، شويه زبيب، وشويه بطبيعه الحال الدقله. تنجمو تضيفو الفاكهه كان تحبو، الاختيار يرجع لكم انتم في شنو تحبو تضيفو للمسفوف نتاعكم. جربوها ياسر ياسر الحقيقة بنين ما شاء الله. دونك حطيت هوني وبالطبيعة باش نزين، أكيد كل واحد شنو يحب معناها في المسفوف كيما قلت لكم يعني الشوابة يرجع لكم. أنا دونك باش نزين بالطريقة هذه وانتوما كيف ما تحبوا. يلا بسم الله. دونك هذه هي طريقتي أنا في التقديم تاع المسفوف نتاعنا، إن شاء الله يعجبكم ما شاء الله. طريقة زادة كيف كيف، دونك في ساعة ما يحضر ما يخوش برشا وقت، إن شاء الله نتوما زادة تجربوا. هذه طريقتي في التزيين. دونك هكا حاولت باش نضيف زادة الرومان وهكا وشوية زبيب شوية تمر، دونك بالموجود اللي عندي وباللي نشتهيوه. زادة نتوما زادة الحاجة اللي تشتهيوها تنجموا تضيفوها كيف كيف في المسفوف نتاعكم. إن شاء الله تكون الغسيت سهلة، ربي يفضلكم الناس الكل وربي يخليكم. نستنى ديما لي كومنتير نتاعكم اللي فرحوني برشا، وما تنساوش زادة كيف كيف ماذا بيا زادة تعملوا برشا بارتاج وبرشا لايكات باش في كل مرة نعطيكم دي غسيت أخرين ونطلعوا زادة لي فيديو نتاعنا. يلا ربي معاكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاركم طيب وصحة وشفاء بالمسبق.